عقد مساء أمس الأول المؤتمر الصحفي الخاص بأسبوع بريف الدولي للقتال وبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة، إذ ستقام البطولة خلال الفترة من 12 وحتى 19 من شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للعبة بشراكة مع الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة. وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية قبل أن يعرض فيلم قصير استعرض خلاله بعضا من اللمحات التوثيقية خصوصا فيما يتعلق باللعبة ومبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لنشرها على الصعيد المحلي والإقليمي، إلى جانب بعض من البطولات التي استضافتها المملكة والإنجازات التي تحققت. وتحدث في المؤتمر كل من رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة السيد كارث براون والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة السيد دنزن وايت ورئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة التنفيذية في البطولة العقيد خالد عبد العزيز الخياط والرئيس التنفيذي السيد محمد شاهد. إقامة بطولة العالم على أرض مملكة البحرين حد ذاته هذا شيء كبير، والبحرين قدرت تقنع الاتحاد الدولي أنها قادرة على استضافة مثل هذه الأحداث، وأيضا إقامة أسبوع بريف هذه متخصصة طبعا هذه البطولة للمحترفين، وسبق أن أقيمت في البحرين إعادة إقامتها في البحرين، هذه أيضا يعكس أن النسخ اللي أقيمت في البحرين كانت نسخ ناجحة. اليوم احنا عندنا راح نستضيف ان شاء الله بطولة للهواة وبطولة للمحترفين. مثل ما انت عارف اليوم الارقام اللي تم عرضها من قبل ساعدة رئيس الاتحاد العقيد خالد ان اكثر من 45 دولة واكثر من 370 مشارك ومشاركة، هاي طبعا اعداد كبيرة تفوق بكثير النسخ السابقة من بطولات العالم. شكرنا سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد على رعايته لهذه البطولة، وتوجهنا بالشكر الجزيل حقيقة لسيدي سمو الشيخ خالد على متابعته، على وقفته، على دعمه لا محدود حقيقة للاتحاد البحريني في فنون القتال المختلطة، دعم المتواصل وتوجيهاته ليعني استضافة هذا الحدث الكبير حقيقة في مملكة البحرين خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر.